ارحب بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج كومنت. راح أكون أنا وياكم إلا بتقديم هذه الحلقة، وكما هو معتاد راح نأخذ أكثر الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقاتكم على هذه الأخبار. بداية أول خبر عندنا اللي هو يعني مع الأسف عندنا بالبداية صور للخبر المتداول، نأخذ الصور إذا موجودة. هذه لخبر امتحانات السادس الإعدادي، حيث أعلنت الوزارة أنه تم تبليغ وزارة الاتصالات بعدم قطع خدمة الإنترنت أثناء مدة امتحانات السادس الإعدادي، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا في حالة واحدة، وهي ورود موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى أنها نشرت أجهزة تشويش للاتصالات خلال امتحانات طلبة مرحلة السادس الإعدادي. خلونا نشوف تعليقات الناس بخصوص موضوع امتحانات السادس. يا ربي يمتحنون وتخلص على خير بعد كل اللي صار. خلونا ناخذ أول تعليق. ربي يوفق جميع الطلاب والنجاح للكل إن شاء الله. أعتقد أول شيء هيك كلام يوتر الطلاب خطية، ماكو داعي أصلا يطفون النت. أول بلد أشوفه يطفون النت هي الامتحانات، المفروض تسيطرون على الوضع. هذا التعليق كان من شيماء أحمد، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحديدا. أخذ تعليق آخر على هذا الخبر. التعليق يقول: الناس شنو ذنبها دافع اشتراكات على متقطعون النت؟ اكو ناس عيشتها عن النت، حجز الطيران والكي كارد والمصارف. فشلكم وعدم امانتكم هي اللي ساعدت على تسريب الاسئله. النت شعليه، اذا واحد سربها يعني انتهى الموضوع وانباعت وضاعت الامانه. وتعليق اخر مشاهدينا اكيد. التعليق الآخر أيضا من فيسبوك من حسين كاظم: بعد خلي ينشرون وكالة الاستخبارات والأدلة الجنائية. وتعليق أخير مشاهدينا على هذا الخبر المتداول من الفيسبوك أيضا من زيد: أريد أعرف سادس إعدادي عندهم امتحان لو ساحة معركة راح تدخلوهم، شنو نت راح ينقطع وأجهزة تشويش جبتوا؟ شكو صاير على مدارسكم الضخمة؟ أقول البلد تاه، طلاب سادس دقتوا بيهم، لا شلون تفيدون بلد؟ وفي خبر آخر مؤلم تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو وفاة الملحن العراقي محسن فرحان بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75. وكان محسن فرحان قد تعرض لأزمة صحية خطيرة جدا أجبرته على البقاء في مستشفى الكندي بالعاصمة بغداد، إلا أن حالته الصحية ساءت كثيرا وبدأ يصارع الموت بعد أن نزلت نسبة الأكسجين في الدم لديه بشكل كبير جدا. ويعد المغفور له من أبرز ملحنين الأغنية العراقية في السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث صاغ الكثير من الروائع الغنائية، أبرزها كانت غريبة الروح لحسين نعمة، ويقولون غني بفرح لقحطان العطار، وعشرة عمر لفؤاد سالم، والبارحة، وعيني عيني، وسعدون جابر وغيرهم. أكيد الله يرحمه وربي يعوضنا أيضا يعني قامة فنية مثله أو حتى أقل من عنده ممكن، لأنه الله يرحمه كان فنان كبير جدا. وفي خبر آخر مشاهدينا، تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر حول فك الاختناقات المرورية، إذ أعلنت مديرية المرور العام بأن أمانة بغداد أبلغتهم بتشكيل لجان من أجل فك الاختناقات المرورية من خلال فتح الشوارع المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية وإكساء الشوارع الرئيسية والفرعية وتحوير الجزرات الوسطية كونها تسهل حركة السير.
بالإضافة إلى أن هنالك خططا أخرى تتضمن عدم فتح أي مول إلا بوجود جراج، وذلك لاستيعاب عدد المركبات الداخلة لهذا المول. كذلك دراسة تغيير أماكن الأحياء الصناعية وجعلها خارج المحافظات، وأن أمانة بغداد ومجلس المحافظة ودائرة الطرق والجسور أيضا تعمل على إكمال 13 جسرا. احنا نقول يا الله، واخيرا احنا شو نريد؟ نريد حل لهذه الاختلاقات المروريه. ناخذ التعليقات اكيد ونشوف اراء الناس على مواقع التواصل الاجتماعي شنو قالوا بهذا الخصوص. اولى هذه التعليقات على الفيسبوك من علي الجبوري: الحل الاول هو تسقيط السيارات القديمه وبعدين توجد الحلول. واكيد مستمرين باخذ التعليقات مشاهدينا، وتعليق اخر من مصطفى على الفيسبوك: يا الله بلشوا يفكرون بالمواطن والازدحامات، خير ان شاء الله، بس ايش وقت تنفذون تفكيركم؟ بس رب العالمين يدري. واكيد تعليق اخر مشاهدينا: والله فلوس الرسوم والجباية اللي تحصلها مديريات المرور لا تستثمر للطرق والجسور، كفاية لتكون شوارع المحافظات وشوارع نموذجية ومتطورة، لكن تروح لجيوب الفاسدين. وتعليق أخير مشاهدينا على هذا الخبر المتداول، التعليق أيضا من الفيسبوك من تحسين الساعدي: كان المفروض قبل أعوام إنجاز مثل هكذا مشاريع تخدم المواطن ورجال الأمن لتحقيق انسيابية في حركة سير المرور. وكما تعلمون الآن بغداد تغص شوارعها في الازدحامات وضحيتها المواطن الكريم، إذن يبقى كما هو الوضع عليه. ومن الصور الجميلة التي تم تداولها بشكل كبير أيضا هي صور نثر الورود الطبيعية في الجو على جموع الزائرين في الأرجاء المحيطة بمرقد الإمام علي عليه السلام والشوارع المؤدية إلى المرقد الطاهر، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الغدير والتي قامت بها العتبة العلوية بالتعاون مع طيران الجيش العراقي. مشاهدينا نشوف تعليقات رواد مواقع التواصل على هذا الخبر المتداول وهذه الصور. أول تعليق من الفيسبوك: لو مفرحين كم يتيم كم بيت فقير وناثرين البسمة على وجوههم بدل نثر الورود، لو شايفين شنو احتياجاتهم، مو أحسن من المصاريف المترتبة على هذا العمل واستهلاك الطائرة لا ننساه. وتعليق آخر أكيد مشاهدينا على هذا الخبر: يا ريت لو تثقفون على الزراعة والتشجير يا أمانة العتبة، أفضل من هاي الطريقة. كان هذا التعليق من أمير أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تحديدا. أخذ تعليق آخر أكيد مشاهدينا: ليش ما سويتوا مبادرة مساعدة المحتاجين والعوائل هواية؟ وتعليق أخير مشاهدينا على هذا الخبر والصور المتداولة، التعليق من الفيسبوك: ما أعرف ليش الأيتام والفقراء يطلعون فقراء ومحتاجين بس بالمناسبات الدينية، معقولة هذه المناسبات تحث على الفقر لو هي سبب الفقر والحكومة موفرة كل متطلبات الحياة؟ أصحاب الإنسانية المزيفة بهيج مناسبات يطلعون حتى من تحت التراب ويدورون الفقراء والأيتام، ما أدري باقي الأيام على طول السنة كان عندهم سبات لو ما يشوفون. هذه كانت آراء شخصية لبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقي، لكن اليوم لازم احنا نفصل بين هذه الأشياء، يعني من تصير هي أشياء جميلة
ومثلا بدأت الأشياء مثل هذه اللي تضيف روحية جميلة للمناسبة الدينية وما صايرة عندنا قبل، ومبادرة جميلة. خلونا لا نخلط الأوراق، هو كل شيء إلى وقته وكل شيء إلى احتياجاته وإلى آخره. وفي خبر آخر مشاهدينا، لا زال موضوع كريستيانو رونالدو يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة إدارة المانشستر ما زالت تصر على أن رونالدو ليس للبيع، بينما هنالك الكثير من الأخبار الأخرى المتداولة تشير إلى أن كريستيانو يريد الرحيل نحو فرق معينة تشارك في دوري أبطال أوروبا. وأشارت أيضا الأخبار أن رونالدو ووكيله لم ينفوا أي من هذه الأخبار. نشوف آراء الناس بهذا الخصوص تحديدا دول مواقع التواصل الاجتماعي العراقي. من تويتر: رونالدو ضيع نفسه منذ خروجه من ريال وهو تائه، لو قبل براتبه الذي كان عليه في ريال لما كان هذا حاله، ولكن كريس وسوس للشيطان بأنه ريال من دونه ولا شيء. والحقيقة أن الريال من صنع كريس، يكفي إعلام مدريد المساند له تجعله في القمة، ولكن كريس ضيع نفسه والآن واضح أنه نادم. وأكيد مشاهدين مستمرين بأخذ التعليقات على هذا الخبر المتداول وتعليق آخر. التعليق أيضا من تويتر من أمجد: من حق رونالدو أنه يفكر بأرقامه، ومن لن يفعل لو وضع نفسه أو وضع نفسه مكانه، لكن خروجه بعد موسم واحد سيظهر بمظهر لا يليق به، سيبقى لسببين: أولا لا أحد قادر على تحمل تكلفته، والقادرين تعاقدوا بالفعل مع لاعبين يرونهم أنسب لمشاريعهم على المدى الطويل، ثانيا ليس هنالك عروض حقيقية من أجله. وتعليق آخر مشاهدينا على هذا الخبر المتداول، التعليق أيضا من تويتر من محمد أحمد: هذا صلب الموضوع، انتماء لنفسه، يفكر بنفسه، راح كل الأندية ما حد وقع معه، رجع على يونايتد، المصيبة أنه أغلب جمهور اليونايتد ضده ويقولون يعني بالتصرف هذا قلل من قيمة النادي وتأريخه. مشاهدينا تعليق أخير على هذا الخبر المتداول، التعليق أيضا من تويتر: رونالدو ووكيله يبحثون عن نادي وملتزمون الصمت، وإذ تعذر الحصول على النادي سيقول لم أكن أريد المغادرة وكانت مجرد إشاعات. وفي خبر آخر، أصبح الآن من المؤكد زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك قد تم وبشكل رسمي، وحاليا هما زوج وزوجة، وذلك بعد 20 عاما على بداية علاقتهما. هذا الخبر شغل العالم منذ أيام، والجميع يترقب صورا أو فيديوهات. جينيفر لوبيز لم تجعل جمهورها ينتظر طويلا، حيث نشرت بعض الصور من حفل الزفاف، وقالت لوبيز قالت لوبيز في رسالتها بما معناه: الحب جميل، الحب فعلا لطيف. واتضح أن الحب صبور، 20 عاما من الصبر والالتزام. وتزوج الثنائي في لاس فيغاس داخل كنيسة بيضاء صغيرة، وبحضور مجموعة قليلة من الأصدقاء والمقربين وأفراد العائلة. المخرج يقول جينيفر لوبيز تستاهل واحد ينتظرها 20 سنة. ناخذ تعليقات مشاهدينا. لا يقول بعد 20 قليلة، يلا شوف التعليق. طيب جينيفر الثانية حضرت لولا،
شنو شعورها لما عرفت انه زوجها اللي جابت منه اطفال بعمره ما تخطى الاكس. الاكس هو تعبير باللغه الانجليزيه يقصد به الحبيب السابق. ناخذ تعليق اخر مشاهدينا. هذول صدق تقول عنهم وانتصر الحب اخيرا. صارت قصه افلاطونيه. ناخذ تعليق اخر مشاهدينا على هذا الخبر. من تويتر ايضا ضحى تقول اغرب علاقه اقدر اسميهم توأم شعله لا مفر من المكتوب. عندنا تعليق اخير على هذا الخبر. ناخذ تعليق اخير. من تويتر ايضا هبه تقول واخيرا صار لنا 20 سنه ننتظرهم يتزوجون، خلاص الحمد لله زوجناهم قبل ما نموت. يلا يبدا العد التنازلي للطلاق بعد سنه ان شاء الله. طبعا التعليق بتفاؤل، لكن هذا كله بسبب انه احنا دائما نشوف زواجات الاوساط الفنيه دائما ما تستمر مع الاسف، لكن يجوز هيك حب يكون كفيل انه هذا الزواج يستمر. مشاهدينا وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا ان شاء الله، الى اللقاء.